السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم راح نتكلم عن كيفية استغلال كاميرا الهاتف وتحسين الصورة بشكل كامل. طبعا كثير من التلفونات فيها إمكانيات عالية لكن غير مستغلة. اليوم راح نعمل على استغلالها بشكل كامل مع شوية تحسينات راح تفرق معك بالتصوير 360 درجة. طبعا كل هذا بدون أي نوع من أنواع البرامج. خلينا نبدأ بالشرح على طول. طبعا يا جماعة أول خطوة نروح للإعدادات، نروح إلى تطبيقات أو مدير التطبيقات حسب شو مكتوب في تلفونك، وندخل على الكاميرا. طبعا يا جماعة شو بنساوي هون؟ بندخل على التخزين، مكان التخزين، وبنساوي حذف بيانات ومسح تخزين مؤقت. مسح تخزين مؤقت بالأول بعدين مسح بيانات، هاي الحركة ضرورية. طبعا يا جماعة بعد هيك راح نتوجه لتطبيق الكاميرا، وبعدين هاي 3 إلى 4 اللي فوق شايفينها نضغط عليها. طبعا اول اشي بتختار انه 3 إلى 4، تختار 48 ميجا بكسل. هيك انت حولت الكاميرا ل 48 ميجا بكسل والتصوير هون راح يفرق. طيب طبعا تقدر تختار فل او الى اخره. طبعا نيجي للتحسين، ندخل دقيقة خلينا افرجيكم، نرجع شوي لورا. نختار هاي التحسين اللي فوق وعوامل التصوير، يفضل تخليها اصلي او تخليها دافئ، بيجي معك التصوير ممتاز ويعني بشكل يعني افضل. نيجي على الوجه، اعدادات الوجه هون تكون مطفية فاحنا بنشغلها، والنعومة هون النعومة يعني هي من اهم الاشياء اللي اليوم يعني عاملين الفيديو تقريبا علشانها. انت هون لازم تزيدها تخليها 4 إلى 5. عندك درجة اللون لازم ترفعها شوية، 1 مثلا. عندك الأشياء الثانية بتتركها زي ما هي. بعد نيجي يا جماعة لبعض الإعدادات المهمة في الضبط تاع الكاميرا. طبعا يا جماعة في عندك الصورة بفعالية عالية، هذا الخيار لازم يتم تفعيله. وفي عندك خفض حجم الملف، هذا الخيار بالأغلب بيكون شغال لازم تطفيه. وفي عندك في خيار HDR التلقائي، يعني هذا إذا أنت حسب أنت يعني إذا بتفهم في الألوان والقصص هاي فبالأفضل أنك أنت أعتذر فالأفضل أنك أنت تطفيه والألوان تسويها بشكل يدوي، لكن إذا أنت ما بتعرف بهالقصص فخليه شغال وخلاص. طبعا هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا اذا وصلت لهون نتمنى انك تحط لايك وشير وسبسكرايب لحتى تعم الفائدة، ونتمنى انكم استفدتم. يعطيكم الف عافية.